طريقة التصويت الإلكتروني لانتخابات غرفة الرياض المزمع انعقادها الأسبوع المقبل. عرس انتخابي كبير تنتظره العاصمة الرياض في انتخابات الغرفة التجارية والتي ستنطلق الأسبوع القادم. أهلا بكم من جديد. إذن التقنية تدخل في انتخابات غرفة الرياض للمرة الأولى، والسؤال الكبير هل ستنجح في زيادة أعداد الناخبين أم لا؟ عودة لضيفي هنا في الاستوديو الدكتور توفيق سويلم. أهلا بك دكتور توفيق من جديد. وكما تعلم انتخابات الرياض يعني في العام الماضي كان عدد المنتسبين يفوق 100,000، يمكن 127,000 إن لم تخني الذاكرة، بينما عدد المصوتين 7,700 أو 7,600 في هذا يعني الرنج، يعني لا تتجاوز 8% في أحسن الأحوال. هل تعتقد أن التصويت الإلكتروني اليوم للتاجر لصاحب السجل التجاري أسهل وسيسهم في زيادة الإقبال على هذه الانتخابات؟ هل سنشاهد أرقام جديدة؟ أعتقد الغرفة التجارية ما غيرت لأنه تريد ناخبين أكثر أو أقل. الغرفة التجارية ومنها انتخابات المدينة المنورة وبالرياض وانتخابات الغرفة الثانية هي طبقا للتغيرات الحضارية والعلمية وتغيرات التقنية. صحيح. فنحن الآن أصبحنا أقرب ما يكون لسنا مخيرين في كثير من بعض الخدمات، وأنت من تكون خدمات تقنية يحس الإنسان بسرعة في الحصول على النتائج. شوف الخدمات في الجوازات مثلا أو الخدمات في بعض الوزارات، عندما توسعت بعض القطاعات الحكومية في الخدمات الإلكترونية راحت بعض الأخطاء. يعني هناك بعض السلوكيات، كان هناك عتاب في الانتخابات الغرفة التجارية أنه هناك ناس يتهجمون عليك ولا يسبقونك ولا يحرجونك ولا كثير من الحالات المرضية اللي كانت موجودة سابقا سوف تندثر مع الانتخابات الإلكترونية. يعني الحضور لمقر الانتخاب نعم، لكل طبعا عمل جديد له تجربة معينة. الروح الإيجابية عند بعض الناس لم نتعود شو الأروح عشان أنتخب ومشوار خاصة هناك نوع من الإحباط من بعض رجال الأعمال أن الوعود التي يطلقها بعض الناخبين هي وعود أقرب ما تكون استهلاكية وإعلامية انتخابية. وعندما يجلس على منصة الكرسي يشوف أداء الغرف أقل من المطلوب، أنت أدائك طبقا لمكانتك، مكانة المملكة العربية السعودية ما بين 200 دولة بالكرة الأرضية مكانة عالية جدا، فبالتالي ما مطلوب من عندنا من نوع من الخدمات ومن نوع من الممارسات ومن الفعاليات من الغرف التجارية على مستوى المملكة، ما تقارننا بالشرق الأوسط. مع احترامي وتقديري لدول الشرق الأوسط، نحن في الصدارة بين دول العالم، خاصة نتعامل معنا 142 دولة.
يعني هل تعتقد أن بالتالي لازم نتناغم يعني مع التغيرات الحضارية والتقنية؟ يعني يا دكتور أنت تقول أنه حتى التصويت الإلكتروني لن يغير من مفاهيم الناس اللي عندهم سجلات، أن هذولا يوعدون وعود أيام الانتخابات وبعد الانتخابات؟ لا هي آلية فقط، يعني لن تغير، لن تزيد أو تنقص. بس أيضا لسنا مخيرين، يعني لو تقول بنرجع في تجربة قديمة، في تجربة في عرعر رفعت من نسبة التصويت في عرعر، هم جربوا أول محطة في عرعر ونجحت في زيادة أعداد الناخبين. وارد تنجح طبعا، هو انت ليش تفترض وارد الفشل؟ وارد كل خيارين، ولكن تهيئة الناس بعض، بس ما راح تغير مفاهيم الناس انت برأيك؟ هي تغيير مفاهيم الناس يعني من 1 إلى 10، قبل لا أتكلم رقم 7 لازم رقم 2، تغيير مفاهيم الناس والعاملون وأيضا طلباتهم من الأعضاء أهم من الآلية الميكانيزم، ولكن الميكانيزم برضو لسنا مخيرين، لازم نكون في طريقة تقنية أو طريقة. طيب كيف نجعل المرشحين يفون يعني كل الوعود التي يطلقونها في حملاتهم الانتخابية؟ يعني هل تعتقد أنه التقييم من قبل من؟ الوزارة؟ هذا سؤال قانوني، يعني سؤال إداري، من يقيم مجلس الإدارة؟ مفروض وزارة التجارة. أيضا وزارة التجارة ربما ما يتداوله رجال أعمال يقولون يا ليت وزارة التجارة تخفف من ضغطها على الغرف التجارية. بالعكس، نحن نعتقد أن وزارة التجارة الدوز أو الضغط اللي تمارسه على الغرف التجارية أكبر من المطلوب. زي إيش؟ يعني يضغطون عليهم في إيش يا دكتور؟ التدخل حتى في بعض الأعمال الداخلية، وبالتالي أو مثل ماذا؟ يعني هم يتدخلون في الانتخابات؟ يعني ما بيدخل في تفاصيل عشان لا نكون وزارة غرفة تجارية محددة، لكن دائما ليست كثر الأنظمة أو كثر القوانين هي وسيلة لتسريع وتحريك الدورة الاقتصادية، ربما تسهيل بعض الأمور وإن أخفقنا 10-20% من الأخطاء، لكن الهدف هو تسريع وتحريك الدورة الاقتصادية.